الاستثناء لمدة شهر. حقيقة أن الرسائل الأمريكية لإيران هي بدأت منذ حتى منح الاستثناء للعراق، يعني بعد التصريح رئيس ترامب الأسبوع الماضي بأنه أعطى كل الصلاحيات للقيادة الأمريكية المشتركة في منطقة الخليج العربي بتدمير أي زوارق إيرانية من الممكن أن تتعرض للبوارج الأمريكية، ومن ثم جاء الرد الإيراني بإرسال قمر صناعي إلى الفضاء الخارجي، ومن ثم أتبع ذلك تصريح من قبل براين هوك اللي هو مسؤول الملف الامريكي لايران، والذي حمل ايران مسؤوليه اي حاله عدم استقرار قد تلجا في المنطقه. اعتقد ان اللعبه الامريكيه الايرانيه في العراق بصوره خاصه والمنطقه بصوره عامه اعتقد وصلت الى حاله كسر عظام، وكلما زادت الضغوط الداخليه وتحديدا ضغوط الناخب الامريكي على الرئيس ترامب قد نشهد ان هناك مزيد من التشدد الذي قد يلجا اليه الرئيس ترامب حيال ايران. واعتقد ان ايران حقيقه وبالتحديد صانع القرار الايراني يقرا المشهد السياسي في العراق وفي المنطقه بصوره جيده، وعلى هذا الاساس بدا باتجاه سياسه التصعيد المتدرج مع الولايات المتحده الامريكيه، لانه يعلم جيدا كلما زادت الضغوط الاقليميه وكذلك زادت الضغوط الداخليه على الرئيس ترامب من الممكن ان تكسب مزيدا من الوقت، وكذلك تعطي جرعه دعم زائده لمرشح المنافس لرئيس ترامب، وهنا نتكلم عن جو بايدن الديمقراطي الذي اعتقد انه اذا ما وصل الى السلطه في الولايات المتحده الامريكيه سوف يقدم العراق على طبق من ذهب لإيران. وكان قد سبق أن لجأ إلى حقيقة إلى هذه الخطوة بعدما اختزل كل المشروع الإيراني في المنطقة بالاتفاق النووي الإيراني، وترك إيران أن تتمدد في كثير من الساحات. تتحدث دكتور حقيقة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي اليوم. نعم تتحدث عن